أمام خبر في غاية الأهمية. النهاردة الخبر أنا واخداه من 24، غلق تطبيق نبض في مصر بعد اختراقه على يد مجهولين وبس أخبار كاذبة. خليني أرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24. أستاذ محمود مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا فندم وعلى كل المشاهدين، وكل سنة وحضرتك طيبين. كل سنة وأنت طيب يا محمود. أستاذ محمود قل لي إيه اللي حصل بالظبط، مهم جدا إن إحنا نقول للمشاهد إيه اللي حصل. إحنا اتفاجئنا يعني قبل دقائق قليلة من الفطار النهاردة بخبر عاجل تنبيه من حساب المفروض ان هو مزعوم منسوب لشبكه اكسترا نيوز الاخباريه المهمه، يعني يسيء الى رئيس عبد الفتاح السيسي ويدعي اخبار كاذبه عن مؤسسه الرئاسه. الحقيقه طبعا يعني الف ب كلنا من الصحفيين والمتابعين باين جدا من صياغه الخبر والالفاظ السيئه انه في يعني انه مش حقيقه، ولا انه خبر كاذب، وانه كمان في غرض سياسي وتوجيه سياسي مهم جدا حاصل، لانه يعني الصياغات يعني الفاظ مسيئه والفاظ بذيئه ومش خبر حتى. يعني احنا بتعلمنا كمان في الصحافه ربما يعني نمرر الخبر في شيء من المنطق وشيء من الصحه، لكن خبر كاذب تماما. يعني ما فيش دقيقه بسيطه ولقينا كل حسابات المؤسسه اكسترانيوز والسي بي سي بتتعرض من تطبيق نبض الى اختراقات والى عناوين كاذبه والى يعني الفاظ مسيئه والى تحريض عبارات للشعب المصري وحديث عن الاقتصاد وحديث عن الدراما وحديث عن حاجات كتير مختلفه. هنا هنقف عند كم مساله بس مهمه جدا. اولا ده يقودنا الى مساله تامين الابلكيشن و يعني البرامج وحساب يعني التطبيق الشهير وتطبيق نبض الاخباري اللي ناس كتير قوي بالملايين بتتابعه في مصر، والناس كلها حريصه انها بتتابع الاخبار. وبالتالي هنا في ثغره نفذ منها مجهولون اختاروا المؤسسه الاهم الاخباريه او القناه الاخباريه الاهم في مصر للتوجيه ونشر اخبار مسيئه من خلالها، واستخدام عبارات تحريض للشعب المصري من هذه المؤسسه لا ربما يعني البعض يعني ينقاد وراها وفقا للمصداقيه وحسب اهميتها ومتابعتها وتاثيرها. والحقيقه انه في لحظات فعلا كان الوسط حتى الصحفي والاعلامي بيتداول هذا الخبر اللي حصل، وفي اعلام استفهام كثيره واسئله واشياء من هذا القبيل. الحقيقه يعني الفريق الدعم التقني والفني في اكسترا نيوز على الفور تدخل، وكان في تامين لكل احداث المؤسسه المختلفه، وان التطبيق يعني الفحص تبين الاولي ان الاختراق تم من تطبيق نبض الالكتروني، وانه حساب المؤسسه على التطبيق هو اللي تعرض للاختراق من قبل ثغره على التطبيق. نعم. اولا. ثانيا هنا بنقف عند دلاله فكره الالفاظ والرسائل المختلفه. طبعا والتوقيت كمان يا محمود طبعاً. يعني انا بتصور ان احنا لازم نتوقف عن التوقيت، اختيار التوقيت في الوقت ده ليه؟ يعني الـ الـ العناصر اللي اخترقت كان وارد انها يتم الاختراق في اي وقت تاني، لكن التوقيت ده اختيارهم للتوقيت في تقديرك ايه؟ هكلم حضرتك عن التوقيت وهكلم حضرتك عن الرساله من خلال هذا. تمام. التوقيت في ظروف استثنائيه في بعد يعني ايام من حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاولات الحوار السياسي وحاله الفراغ اللي بتعيشها مصر، وكمان توقيت البث نفسه قبل دقائق من الاصدار، وانه في حاله من يعني بيفكرنا زمان بالمشاهد الارهابيه والعمليات الارهابيه اللي كانت بتتم وقت الفطار في يعني اللي شفناه في العمليات الارهابيه المختلفه الفتره اللي فاتت كلها. في جزء من يعني الاستهداف الممنهج في القصه ده اولا. ثانيا الرسائل اللي بتتم عبر التطبيق او الجمد في هذا الاختراق، كلام عن تحريض، كلام عن اساءه لمؤسسه الرئاسه، كلام عن حركه الصداه المصريه، كلام عن الدراما والتدخل في العمل والدراما والاختيار وخلافه. ده بيبث رسائل يعني مختلفه من قوى معلومه بالضروره، قوى اول الشر
للمواطنين المصريين ومحاولة زعزعة الحالة واستغلال ربما بعض الأمور لتوصيل رسائل فشلوا فيها كل الأزرع الإعلامية المختلفة. نعم. يعني قناة الإخوان توقفت النهارده، كان في كمان إخلاق لقناة مكملين وإنها خروجها من تركيا. أيوه. أظن التوقيت ده مهم، إنه في الوقت اللي بيتم فيه غلق منافذ ويعني تصحر لمنافذ وتراجع لمنافذ لقناة الإعلام الإرهابية. أيوه. إنه بيحاولوا يلاقوا فرصة تانية ومنفذ تاني يخرجوا منه عشان يتواجد. طب بالظبط كده، وإحساس الفزع، وإن إحنا بنحاول زي زمان لما كانوا بيحاولوا يعملوا أي حاجات بسيطة فرقعة للتأثير والشوشرة على ما يتم من انتخار على الأرض في الدولة المصرية. فالموضوع في رأيي يعني إنه تم السيطرة عليه وقرار عاجل بخلق التطبيق في مصر حين استطاع الأوضاع وتأمينه كويس، إنه مثل هذه الأخبار تثير بلبلة. ويخلينا واعتقد انه يعني طالما حصل المره دي او النهارده ده يخلينا واعيين انه وارد جدا انه يحصل اشكال مختلفه من الاختراق الفترات القادمه. صحيح، وانه طول الوقت هيدوروا على طرق ثانيه ويدوروا على وسائل اخرى، لكن الحقيقه ان الموضوع في رايي خلاص يعني بيتم السيطره عليه من كل يعني المؤسسات وكل مؤسسه. نعم. حتى احنا بدلنا نفسنا هنا باعاده التاكيد على اجراءات الحمايه والتامين والتبور والدعم الفني. صحيح. عشان منعا لي انه في اي لحظه كلنا معرضين لمثل هذه الامور من القوى المختلفه اهل الشر. صحيح. يعني ان شاء الله الموضوع يعني يتم ويبقى يعني مجرد بس حل فرقعه بسيط وتم السيطره عليه الحمد لله. وواضح انه يعني واضح انه الدراما السنه دي يعني مع اطلاق دعوه سياده الرئيس للحوار الوطني، واضح انه الحاجتين دول مع بعض يعني ارهقوهم، خليهم في حاله توتر كده وحاله ارتباك، فبالتالي كان لازم يتصرفوا اي تصرف سريع. في رايي طبعا كلام حضرتك بجانب تراجع وانحصار المنافذ الاعلاميه الارهابيه في الخارج. طب. فهم بيدوروا على منفذ جديد يبثوا من خلاله الفتنه. صحيح. والفوضى. صحيح. وننتظر من ده يا جماعه المزيد، كل ما درجه الوعي عندنا بتزيد ننتظر المقاومه دي من هذا الجانب. بشكرك فندم، شكرا جزيلا استاذ محمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهره 24.